يعاني أطفال اليمن وفق تقارير للأمم المتحدة من خطر انتشار الأوبئة والانقطاع عن الدراسة وغياب أبسط مقومات العيش الكريم من صحة وغذاء. أكثر من 2 مليون طفل يمني غير ملتحقين في التعليم بحسب تقارير أممية. هنا أولياء الأمور في أحد مخيمات النازحين في عدن يقولون إنهم لا يستطيعون توفير تكلفة دراسة أبنائهم. نعاني مشان المدرسة والمحل بعيد وما بيش حق المواصلات، نواصل بيكون يدرسوا العيال، ما بيش معنا أي حاجة ولا بيش معنا مدرسة ولا تعليم ولا أي حاجة. يعني أطفالنا من المدارس وما بيش يعني مدارس في جنبنا، بعيد المدارس عن المخيم، لا مواصلات معانا ولا احتياجات اللي توصلنا المدارس. منظمة اليونيسيف للطفولة حذرت مؤخرا من ارتفاع مستوى أخطار التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة على أطفال اليمن. Climate change on children worldwide. And Yemen comes out as one of the extremely high. تغير المناخ يؤثر على الأطفال حول العالم، واليمن من أكثر الدول تعرضاً لأخطار هذا التغيير. لذا على سياسات المناخ أن تضع الأطفال بعين الاعتبار والتأكد من توفير احتياجاتهم وحمايتهم وتقديم الدعم اللازم على مستوى الصحة والتغذية والأمان. وفقاً لمؤشر اليونيسيف، فإن أطفال اليمن يحتلون المرتبة 26 من بين 163 من حيث مخاطر المناخ في تقويض وصولهم إلى التعليم والصحة والصرف الصحي والتغذية. مخاطر التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة تضاف إلى سلسلة طويلة من المخاطر التي طالت الأطفال اليمنيين منذ 9 أعوام من الحرب وحذرت منها الأمم المتحدة. مهيب المريري، المشهد، عدن.